أخيراً، بعثة منظمة الصحة تبدأ زيارتها إلى الصين الخميس المقبل، نوع من العطور له علاقة بفيروس كورونا، ودراسة أمريكية تؤكد أن الرجال أكثر نكداً من النساء. التفاصيل في العربية صحة، فأهلاً بكم. أعلنت وزارة الصحة الصينية أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كورونا سيبدأ مهمته الخميس المقبل، وألغيت الزيارة في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق وفق وزارة الصحة الصينية. وكان انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم عدم تمكن محققيه من دخول البلاد كما كان مقرراً. الناس بحاجة للعطور لحمايتهم من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، هذا ما أوضحته الخبيرة الفرنسية المتخصصة في صناعة العطور. إذ أكدت الخبيرة الفرنسية أن الطلب على العطور القائمة على الزيوت العطرية يزداد مع انتشار وباء كورونا، ولفتت إلى أن العطور تستخدم منذ قرون كوسيلة لمكافحة الأمراض، ومن المعروف أن الزيوت العطرية لها خصائص مطهرة، لذلك هناك طلب على العطور المصنوعة من مثل هذه الزيوت كزيوت اللافندر والورد والياسمين. وفيما يتعلق بالصحة النفسية، الكثير يعتقد أن النساء هم الأكثر نكدة من الرجال، لتأتي دراسة أمريكية نشرها موقع بيزنس إنسايدر لتنصف المرأة وتؤكد أن الرجال أكثر تذمراً ونكداً من النساء. وأوضحت الدراسة أن تلك النتيجة جاءت بعد أبحاث عن سلوكيات الرجال والنساء، اكتشف من خلالها الخبراء أن الرجال يشعرون بطاقات سلبية أكثر من النساء، مثل الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، مما يجعلهم يميلون إلى اتخاذ قرارات بطاقات سلبية أكثر من النساء، تجعلهم هم الأكثر نكداً. وأشارت الدراسة إلى أن ميل الرجل إلى الشعور بتلك الطاقات السلبية بسبب أنهم الأكثر عرضة لتحمل مسؤولية الحياة والمعيشية اليومية، حيث وجدت الدراسة أن رجلاً من كل 10 رجال يشعرون بالوحدة ويريدون العزلة عن العالم. كما أضافت الدراسة أن النساء أكثر اجتماعية من الرجال، وهذا الشيء يجعل لديهم شعوراً بالحيوية والسعادة أكثر من الرجال. بشرى سارة لعشاق القهوة. أوضحت الجمعية الأمريكية الطبية دراسة تؤكد أن القهوة الفورية وتلك الخالية من الكافيين لا تسببان الوفاة، وهما أقل ضرراً للجسم مقارنة بحبوب البن. بالإضافة إلى دور القهوة الفعال في الحماية من خطر الوفاة المبكرة، كما أنها تقي من أمراض القلب وتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. أشار باحثون بتحليل بيانات متعلقة بالعادات الصحية لنصف مليون شخص تراوحت أعمارهم ما بين 39 عاماً و75 عاماً.